مرحبا وأهلا فيكم. نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة له قال عبارة مقتبسة عن مارك توين الكاتب الأمريكي المعروف استفزت ملايين من سكان المنطقة وأنا واحد منهم. خلينا نشوف شو قال. The problem with that is that 12 years before a famous visitor named Mark Twain visited the Holy Land and he describes a totally different picture. He describes Palestine, I'm quoting him, is a vast wasteland. He said, only imagination can grace this barren land with the pomp of circumstance and life. It's just, he said, we traveled for a whole day. We didn't see, in the Galilee, we didn't see a human being, one single human being. He said, Jerusalem sits in sackcloth and ashes. And as he was saying that, it's the Jewish return that began. عبارة مثل ما سمعتوا مقتبسة عن كتاب أبرياء في الخارج لمارك توين المشهور وكاتب أمريكي، بما معناه يقول بأنه القدس كانت عبارة عن خرابة أو عبارة عن رماد كانت صغيرة جدا، وأنه هو سافر بين نقطتين بين مدينتين خلال يوم كامل لم يلتقي بشخص واحد، في تأكيد على الأسطورة الصهيونية بأن فلسطين كانت أرض بلا شعب. تتذكروا قاعدة نصف كذب نصف حقيقة يلي حكينا عليها مبارح؟ نتنياهو يعتمد نفس القاعدة، ولكن 1 بالألف حقيقة و999% كذب، وكان لابد أن نثبت هذا. مارك توين كان كاتب ساخر، وعبارة أجت في كتاب طويل عريض زار من خلال الكاتب معظم دول أوروبا ومناطق أو مدن المنطقة منطقتنا، وتقريبا كلامه عن القدس ينطبق على دمشق على معظم المدن يلي زار. كان الكاتب ساخر، ولكن الحقيقة هناك المئات من الرحالة يعني الرصينين الذين كانوا يكتبون كتب الرحلات الموثقة تكلموا بعكس هذا الكلام. وقبل ما ندخل بتفاصيل محتوى كل هذه الكتب، نتنياهو عم يتحدث عن فترة هي منتصف القرن 19. منتصف القرن 19 كان عدد سكان العالم 1 مليار، واليوم كان 8 مليار. وطبعا ما كان في وسائل نقل، ما كان في أوتسترادات، ما كان في طرق، ما كان في طيران. كان الانتقال بين أي مدينة ومدينة أخرى من الطبيعي أنه أنت بكل المسافة ما تلتقي بأي شخص على الطريق. خلينا ناخد كمثال من منطقتنا، كانت رحلة الحج من دمشق إلى مكة ذهاب وعودة تقريبا تأخذ أكثر من 3 شهور. كانت القافلة في كل يعني هذه المسافة الممتدة من دمشق إلى مكة لا تصادف إلا قطاع الطرق. وإذا بدنا نحدد من هي الأرض التي كانت بلا سكان، فبمنتصف القرن 19 كان عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية كلها تقريبا 23 مليون قد عدد سكان مدينة اسطنبول اليوم، بينما كان عدد سكان الدولة العثمانية فقط في أوروبا وفي آسيا بدون أفريقيا بحدود 40 مليون نسمة.
وإذا بدنا نستثني المصادر العربية والفلسطينية حول عدد السكان في المنطقة، خلينا ناخذ كتب الرحلات يلي عنا منها العشرات ضمن هذه الكتب يلي عم تشوفوها عن عدد السكان في فلسطين وكثافة السكانية في ذلك الوقت. هذا الكتاب الصادر عن دار نشر أو ناشر معروف يلي هو كار بيديكر، مثل كوكس وغيره، كلهم في ذات السياق. في جدول يبين عدد سكان مدينة القدس اللي تقريبا كانت 350 ألف نسمة في المدينة، منهم 250 ألف نسمة من المسلمين و50 ألف نسمة من المسيحيين. طبعا هذه الأكثرية المسلمة المسيحية ما تغيرت، يعني إذا ناخذ كتاب آخر بالعام 1870 بنشوف أنه حتى في هذا الكتاب مكتوب أنه ثلاث أرباع السكان كانوا من المسلمين. ونرجع لهذا الكتاب الصادر بالعام 1912 حول الكثافة السكانية يلي كانت بالقدس 40 شخص لكل ميل مربع. إذا بدنا نطبق المعادلة مساحة الولايات المتحدة الأمريكية على عدد السكان في منتصف القرن التاسع عشر، بيطلع معنا 6 أشخاص أو 6 نسمة بكل ميل مربع. فحقيقة الأرض الفاضية يلي كان فعلا ما بتشوف ولا شخص فيها وانت مسافر بين مدينتين حتى لو كان مدة السفر 3 شهور، هي الولايات المتحدة الأمريكية وليست فلسطين. والحقيقة والحقائق والكتب والصور بتقول انه هذه الأرض كانت مفعمة في الحياة. فكل الرحالة وكل الكتب يلي معنونة ما في اي ذكر لإسرائيل، منشوف كل عناوينها سوريا وفلسطين وهي بالعشرات، وهذه الكتب فقط موجودة في أرشيفي ما عدا المكتبة، يعني كانت هذه موجودة بالأرشيف ما عدا الكتب الموجودة في المكتبة، كلها معنونة رحلة إلى سوريا وفلسطين، أو أحيانا يستخدم لفظ الأرض المقدسة. وكل التفاصيل الموجودة في هذه الكتب هي لأرض مفعمة بالحياة. أخيرا يلي نسي نتنياهو أنه بالعام 1860 وما بعد كان اختراع الكاميرا موجود، وأنه الحياة في فلسطين وباقي مدن المنطقة موثق بالصور. راح أعرض لكم هون مجموعة من الصور عن فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر لننعش ذاكرة نتنياهو المطفية. نهاية نقول لنتنياهو، نحن بنعرف أنه أنتوا تعتمدوا على قاعدة أنه نحن شعب لا يقرأ، ويمكن كان هذا بالماضي صحيح، ولكن الحقيقة بعد اللي صار فينا، بعد المأساة اللي عم نعيشها، صرنا نقرأ وصرنا نقرأ كتير، لذلك لازم تحسبوا لنا ألف حساب. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.